عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني وفيديو جديد. وفيديو النهاردة هيكون عن البرفان العسل دي، هي اسمها ميدنايت فانتازي بريتني سبيرز. البرفانة ديت من اشهر البرفانات في عيلة فانتازي، هوريها لكم. هي العلبة بتاعتها، هي اود برفيوم، حلو جدا، انتشارها حلو والسياج بتاعها حلو قوي. برفانة مميزة، شجري بشكل كبير، عبارة عن شربات كرز. يعني عارفين الكريز اللي بيبقى محطوط كده على الجاتو والحاجات دي؟ هي دي، هو ده يعني، هي هما متقيينه هنا. هو المفروض ان هي بطعم الكرز الحامض، هو فعلا الكرز اللي فيها لاسع كده، مش المسكر قوي، بس هي شجري من العيار التقيل. اللي بيحب الحاجات سويتي يروح لها، ما بتحبيش سويتي ما تجيش ناحيتها. هي فاكهية فيها فانيليا بس قليلة، يعني انا مش حسيتهاش. اكتر حاجة طاغية عليها واكتر حاجة حسستني ان يعني انها واضحة قوي فيها كانت الكريز او الكرز اللي هو الحامض دوت. اول ما بترشيها بتشمي ريحة برقوق على كريز كده، على توت العلاق، تهدى شويه يبتدي الاوركيد والسوسن والفريزيا، وفي الاخر الفانيليا والعنبر والمسك. بس انا زي ما قلت لكم اكتر حاجه واضحه فيها هي الكريز، بيبان جدا وبيقعد فتره طويله جدا واضح. بعد كده هدوءها في الاخر بتاع المسك بيبان. اللي عايز يشوف لها شبه او عايز يحس ان هي شبه ايه، هي شبه قوي 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 دارك كيس، بس الفرق ان هي بتفضل سويتي، لكن دارك كيس بيقلب كده في الاخر. يعني اول ما بترشيه بتحسيه سويتي، بعد كده بيقلب في الاخر على شويه بخور كده. فهو ده الفرق ما بينهم. دارك كيس اتقل، هي تقيله بس تقيله على شجري، هو تقيل على شرقي، انتوا فاهمين؟ يعني هو ده وجه الشبه ما بينهم. لما بتحطيهم على بعض الميكس بتاعهم بيبقى حلو قوي. يعني انت لو عايزه تعملي ان هو مثلا البودي ميست بتاعها، كان زمان بينزلوا زيها في ايفون، هحط لكم صورتها. اسمها سيكريت فانتازي، برضو كان لونها نفس اللون كده، كانت مستوحاه منها. كان اسمها برضو سيكريت فانتازي ميد نايت، وكان ليها لوك كده بتتقفل منه، وهي كانت شبهها كشكلا حتى، يعني كانت شبهها بشكل كبير. البرفانه ديت من افضل البرفانات اللي ممكن تجيبيها في بريتني سبيرز، مشهوره جدا مشهوره جدا جدا. هي عايزه شتاء، شبه قوي مون سباركل برضو من سكادا، لو تعرفوا سكادا مشهوره وبتتركب كتير، يعني مشهوره جدا حتى تركيب اكتر وتقليد وكده. فهي شبه مون سباركل، عشان كده يمكن انا ما حسيتش بتميز معاها، لان انا لما رشيتها حسيت ان انا شميتها قبل كده، وده طبعا راجع ان هي شبه دارك كيس وشبه مون سباركل وانا عندي الاثنين، فحسيت ان هي شبه حاجات انا عارفاها، فما فرحتش قوي بتميزها. بس اللي حواليا كانوا شامين حاجه حلوه وقويه، يعني كان الكل بيشهد لها ان هي ريحه قويه وريحه واضحه، مع اني ما رشتش منها كتير، وبتثبت تثبت ثبات حلو، لدرجه ان انا كنت رش منها على ايدي وبعد كده لبست الاسدال بشم يعني كمي من بره. يعني هي المفروض على ايدي من جوه، وانا بشم كمي من بره كده بشوف عليه حاجه او لا عشان اجرب برفان تاني. شمتها، يعني هي عدت الاسدال وشمتها. فما انصحش ابدا لو حد يعني جايبها او عايز يستخدمها ان هو يخرج بيها، لان هي فواحه، وما يحطهاش في تحت الهدوم. هي ثباتها كويس جدا بس للبيت، شتا ما تفرهديهاش في الصيف، مش بتاعه صيف نهائي، هي عايزه شتا. واحنا داخلين على الشتا، فانا هبتدي لكم ان شاء الله سلسله البرفانات الشتا، ودي اول واحده فيهم. اللي عايز يحس ان هو شامم حاجه بتتاكل يروح لها. هي شويه فروتي، بس فروتي مصطنع، يعني ما تحسيهاش زي البونبوني مثلا، ما تحسيهاش فيها شوكولاته، مع ان المفروض ان داخل فيها لوز بس ما يبانش، فيها نكهه الجوز بس مش باينه. انا اكتر حاجه بالنسبه لي، اكتر حاجه بالنسبه لي انا كنت شايفاها واضحه هي الكريز، زي ما انا قلت لكم. واللي ما بيحبش نقطه الكريز عموما ما يروح لهاش نهائي. انا كنت فاكره البرقوق هيبقى طاغي، بس البرقوق بقى يعني ايه مع الكريز بقى عاملين كده يعني كتله تسكيره في الاول اول ما بترشيها. بس هي كريحة للي ما جربش حاجة شبهها هيحسها يعني حلوة، لكن مش مميزة. ده في رأيي الشخصي بس كده. هو ده كان الريفيو، يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم تاني فيديو جديد ريحته احلى. مع السلامة.